عضو بالمنظمة النقابية الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب. احنا الآن كنتواجدوا في هذا المؤتمر والمعرض ديال الصحة والسلامة في إطار لجنة مصغرة منبثقة عن مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر بدعوة من بريفونتيكا انترناسيونال اللي كنشكرهم من هذا المنبر، كذلك وزارة التشغيل اللي سنحت لنا هذه الفرصة باش نحضروا في هذا المؤتمر لما للموضوع من أهمية أولى داخل المغرب، لأن طب الشغل والسلامة والصحة المهنية هذا الموضوع دورنا احنا كاملين كممثلين للأجراء كمشغلين وكحكومة. الوجود ديالنا في هذا المؤتمر المعرض من أجل التعرف على الخبرات والتجارب لبعض مؤسسات دولية كانت سابقة في هذا الموضوع، وكانت لنا الفرصة باش نتواصلوا مع بعض مؤسسات اللي متقدمة في الصحة والسلامة، وإحنا إن شاء الله غنحاولوا من هذه التجارب وهذا العمل في الصحة والسلامة باش نحاولوا إن شاء الله جميعا ننهجوا السياسة اللي مشات بها المغرب في إطار هذا الموضوع ديال الصحة والسلامة. والمنظمة ديالنا داخلة بجدية من أجل حماية الصحة والسلامة ديال الأجراء وديال العمال كامة وديال المواطنين داخل المغرب. فشكرا مرة أخرى لبريفونتيكا انترناسيونال على هذه الدعوة، وإلى اللقاء.